معاناة يومية يتحملها هذا الرجل الذي يعد تنظيف شوارع همه الأول، معاناة تبدأ في ساعات الصباح الباكر. يعمل في صبر وتفان إذ أن لقمة العيش هي غايته، ولا يتجاوز راتبه الشهري 120 دولارا. المرتب الأساسي 200 جنيه، والمرتب الثاني يعني كله بيجي بدل المواصلات عشان ساكن هنا، كله 900 جنيه، 900 وشوية يعني. رغم ضعف راتبه الشهري فإن الابتسامة لا تفارق وجهه، إضافة إلى إصابته ببعض الأمراض المرتبطة بعمله في هذه المهنة. وهنا وجه آخر لمعاناته، فأسرته التي تتكون من 3 أفراد مثقلة بهموم الحياة، فارتفاع الأسعار وضعف دخلها الشهري يجعلها غير قادرة على تحقيق كل غاياتها. المرتب على ما بيجي الشهر والله يسأل ياه، بنستلف عليه والحاجة غالية زي ما انت شايف. لكن هناك من هم أوفر حظا من هذا العامل، يعملون في هذه الهيئة ويطبق عليهم قانون العاملين بالدولة. 4500 عامل ومشرف خاصين بهيئة النظافة، دول عمال خاصين بهيئة النظافة موجودين في قطاع النظافة بيعملوا في نظافة الشوارع. دول خاضعين لقانون نظام العاملين في الدولة، المرتبات بتاعتهم تبقى لمرتبات العاملين بالدولة. طبقنا عليهم الحد، مش عايز أقول الحد الأدنى للأجور اللي هي تم الاتفاق عليه. وتعد هذه المهنة لكثير من العاملين بها طوق نجاة مؤقت من البطالة التي تعاني منها مصر، وفي الوقت ذاته يلعب أصحابها دورا في الحفاظ على قدر من نظافة الشوارع، وإن كان البعض لا يلتفت إلى دورهم هذا. آية رادي، سكاي نيوز عربية، القاهرة.